ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا بقى يا جماعه، هم عايزين يعرفوا ان دي بنت ولا ولد. فطبعا هم ما كانوش معايا، بس مش عارفه هو احساسهم هيطلع صح ولا غلط. يا رب يطلع صح، يا رب يطلع زي اللي في بالي. هم لسه في حاجه معينه، وهم كلهم شاكين في حاجات معينه، بس هو كلهم حاسه ان شكهم هي غلط. ده شكلي يبقى صح ان شاء الله. هيبقى صح؟ ماشي يا جماعه، احنا هنشوف بقى كل واحد. اقعدي بقى عشان يلا نشوف ولد ولا بنت. اقعدي دلوقتي يا جماعة، البنت مش هصورك. اقعدي اقعدي اقعدي. بتشك المياه ايه؟ بنت. هنشوف يا جماعة كل واحدة فيهم شك المياه بنوتة ولا ولد. هنشوف. أو هنبدأ بماما، لأن هي الكبيرة بتاعت العادة. بتشك ايه ماما؟ هتشك ان هو ولد. ولد؟ مش عارفة، عندي إحساس كده ان هو ولد. إحساسك ان هو ولد؟ اه. ماما يا جماعة شك ان هو ولد. وأنتِ شاكة في إيه؟ ولد إن شاء الله. ولد؟ أنتِ كمان ولد؟ وانتي يا ديدا؟ بنت. ديدا شك انها بنت. وانتي يا فرح؟ بنت. يعني احنا معانا اتنين بنت واتنين ولد. وانتي يا كوكي شك ايه؟ وانتي يا كوكي؟ كوكي كوكي شك ان هو ولد. ممكن يبقى عريس لكوكي؟ لا، ممكن يبقى عريس لكوكي ان شاء الله. عدي يا ستي وهقصها. طب عدوا يلا هات. بس يا جماعه كده يبقى احنا عندنا كوكي، والاسم التاني مش هقوله. انا قلت ولد عشان بطن ندى باينه ان هي ولد. مش عارفه ليه كلهم شايفين ان هي ولد. العبي بيها ولد ما معهاش بنوته. احنا بنقولها بنوته. ادعوا لها بس ربنا يقوم بالسلامه يا رب. هي ومن لا يا جماعه فرقعها عليكم. ماشي يلا. شوف والله انا نفسي بس تقوم بالسلامه كده يا رب، ويا وبنوتتها يا رب. يا بنات يا بنات يا جوليا. يا بنات يا بنات يا بنات. احنا تعبانك والله. لا تعب ولا حاجة. لا بجد تعبين. جماعة ادعوا النبي كده في الكومنتات، هي يوم فرفرة وحاجتها. بيبص بيبص. اقسم بالله شايفني يا جماعة جيت اغسل المواعين. انا تعبانة برضه وانا حامل، بس بصراحة ندى حالة خاصة. كلمة دي كل شوية الدكتور يقولها لعبد الله. كل شوية يقول لها لعبد الله، الدكتور يقعد كل شوية لعبد الله حالة خاصة. لا ندى بجد حالتها صعبة. ربنا يا رب كده يقول كل واحد حامل بالسلامة. شوف جنينها كده ايه، سيبتها عارفه. ربنا يستر. والله يا جماعه بقول لكل ام، انت اتبع واحده في الكون. والله اه والله حقيقه. احنا عرفنا دلوقتي الجنه تحت اقدام الامهات. تعالي دي ده معانا هنا واحده قرشانه مدوخاني. سلمي على الناس. ازيكم؟ يلا ازيكم؟ دلوقتي انا هفاجئك بنوع البيبي. بنت ولا ولد؟ بنت. بنت؟ لسه مش عارف. دودو؟ اسميها دودو؟ مش عارف. خليها توأم، التلتين تبقوا توأم،
تجيبي ولد يبقى اسمه عبد الله وتعملي برضه سوا تبصي تفتكري انت نفسك كلكم سوا. ماشي زي المحن ده هتسمي له عبد الله الناس يا بنتي كلها عبد الله وعبد الله و لوحده وانت عشان تشيل من هوا وتغير عن نفسيتك. اخده وراحه. طب بصوا يا جماعه اعمل ايه دي؟ قولوا لي ده اخده راحه فين؟ راح امسح الارض. الارض نضيفه لسه مسحاها. قولي لها يا فرح بس ما تفشش السجاده لسه مسحاها عشان السجاده بيضة. لا لا نضيف. انت بتدي اروح اجيب حاجه بس. لا اروح اجيب حاجه. بصوا بقى يا جماعه انا حبيت ان انا افاجئ صحابي واشوف كل واحده فيهم توقعها هيبقى صح ولا توقعها غلط. معانا ندى ومعانا نورة. فكل واحده فيكم تقول التوقع. هي شاكه ان انا هجيب بنوته ولا ولد. قولي يا نورة الاول. قولي يا نورة. انا اول ما شفتك اول مره خالص كنت حاسه ان هو هيبقى ولد. ولد بس عشان انت نفسك في بنت بقى. يعني تشكي ان هي بنت ولا ولد؟ لا ولد اكتر. ولد. اول واحده يا جماعه معانا ان هي شاكه ان هو ولد. وانت يا ندى؟ انا في الاول خالص اول ما قلت ان انت حامله وكده كنت حاسه انه هيبقى ولد. بس ليه؟ لانك بتكرهي الولاده. كنت حاسه بقى سوري عادي يا جماعه خالص ده زين تحت الترابيزه ولا يهمك يا بيضه. خلاص خلاص يا زين زين هيشد الحاجه ويبوظها يا اما هيعيط. طب تاخد ايه تاني؟ ممكن تكسر الدبدوب اهو. ايه الدبدوب ده انت يا بنتي؟ الدبدوب ده هاتي. مظبوط اصلا؟ متاكده ان انت هتبقي حامل في ولد عشان انت بتكرهي الولاد. ايوه بس دلوقتي من شكل بطنك وكده انا حاسه ان هي بنت. تعبوره لفوق. حاسه ان هي بنت. يعني اتمنى ان هي تبقى بنت عشان تبقى شبه كده بطايه كده وحلوه وبيضه وحاسه ان هي غمضي عينيكم. والاختلاف حلو برضه. الاختلاف عشان ندى ولد نجيب بنت بقى. بس لا انتوا جيبوا ولاد عشان انا لما اخلف بنت ايه يبقى نلاقي لها عرسانه على طول. طب انت تجيبي ولد مثلا عادي يبقى صاحبهم يبقى عارف اني ليه اصحاب. طب غمضي عينيك. غمضي عينيك يا نوره. شايفاكي يا نوره. ها هشوف مش قادره. فتح دي ايه؟ يا قناتي يا روحي ما تزعلش يا زوزو ده احنا جايبين لك عروسه يا زوزو. ماما انت اللوح وانت كل حاجه. معانا يا جماعه ولد وهنجيب له ايه بنوته؟ كملي الحته دي بجد. طبعا يا جماعه هسميها ايه؟ اطفال هسميها مش دلوقتي. خلينا نفاجئك تاني. ايه رايك في الولد دي؟ لا كيوت قوي بجد. ايه رايكم يا جماعه؟ حلوه قوي. لا انت كنت حاسه انها بنت بجد؟ لا انا بقول لك ان كان نفسي يعني كنت شايفاكي اللي هو بالتقدير كده انك انت ايه؟ ولد لكن عشان انت نفسك بنت فقلت يا ريت تبقى بنت عشان ندى تتبط. كلهم يا جماعه شايفين ان انا هجيب ولد ليه؟ لان انا بعشق البنات فقعدوا يقولوا من كتر حبك في البنات مش هتشوفوهم ابدا. حلو؟ ده خدي. انا هاخد ده وانا ماشيه خلاص. ده عاجبني قوي ده. يجي يجي مقاسك يا زيزو ولا اخد؟ لا بص بقى احنا خلاص اتفقنا ان هي تبقى عروسه زين. خلاص احنا ناخد زين يا جماعه. بيضاني كده وملون في نفسه واشقراني فا وشبه مين؟ وشبه امه. ايوه شبه مين؟ والله يا جماعه اقسم بالله شبه امه. انا ده شايفاه باليوم ما اتولد وقت شبه. نكررها تاني. شبه مين؟ لا شبهك والله. بس يعني شبهك وشبه عيلتك وشبه اخوك. شبهك وشبه احمد اخوكي. بس ما خدتش حاجه خالص من جوزي يا عبد الله. ما خدتش منك حاجه. عقبالك يا رب يجيش. ركزي. لا اصل اللي انا اعرفه ان الطفل بيبقى يا شبه الام يا شبه الاب. مش شبه بقى معرفش جوز الخاله وشبه معرفش جوز الخاله مين وشبه مين. لا بس معلش هو اخد لون شعر. اخد لون شعر حمدي ابن خالتي. علشان تقريبا هي وسط العيله يا زوزو لان خالتي وخالتي الثانيه وحمدي نفس لون الشعر فتقريبا بقى هو اخد لون شعر. ندى صاحبتي بالظبط وهو بقى ملون كمان فحاجه كده قشطايه فعلا. نفسي اوريه لكم.
شوفوا اهي بتمسك التليفون. نفسي اتوريلكم وهو بيحاول يشد الموبايل يوقعه. ايه ده عظيم بيشد الرنج ويوديه في اخر الدنيا ويجي يمسك الرنج برده عايز يوقعه. لا بس انا لسه عليك خلاص. اذا كان كده انا الجوازه دي موافقه على الرقم يعني بقى انا هيبقوا ملونين ونوره هي اللي توافق او ترفض. ايوه طبعا بحس ان نوره امه اكتر جماعه قوي قوي بجد. هو اصلا متعلق بينا بيكي وباهلك اكتر من وبيكي البيت ده. بيت يا جماعه احنا هنا قوي يا اصلك كسب لها بنت عادي مع انها بتخاف على العيال خوف فظيع. بس انت مسكت فرهدي ولا بفرهده بس بحب مش بموته يعني بلعبه. انا بلعبه والله وهو بيلعب ببسط ولا لا اتبخلته يا ناس. لا وزين اصلا بيحب الفرهده اللي يشيله ويحطه ومعرفش ايه. متخيله زين جدا يا جماعه بقى لما البيبي بتاعتي تيجي زين ام راح جايبها من شعرها. ده انا متوقعه كده انت شويه.